نروح لبرج الحمل، الصحه اخبارها ايه؟ الصحه كويسه، وبعدين بيخاف على نفسه قوي وموسوس جدا، ده بقى اللي ايه يعني، ان لو اي كل حاجه يوم تحاليل واشعاعات بيلحق نفسه، ده صح. هو بيتوهم كمان على نفسه، فهو ما عندوش حاجه بس بيتوهم على نفسه، فتلاقيه على طول تلاقيه عندك ده رجل وامراه، الرجل اكتر من الست بيبقى موسوس قوي. بيبقى يعني قلقان، عايز يطمن، اي لو اي حاجه كده. وبعدين هو كمان بيحب مامته جدا، فمامته يعني برج الحمل متعلق جدا بوالدته، يعني انثى او ذكر؟ لا الذكر. رجل. فيحب قوي الناس يعني زوجته او شريكه حياته تبقى برضه مهتميه بيه كده، زي ما والدته بتتخض عليه او بتهتم بيه. فبرضه نصيحه اللي مرتبط ببرج الحمل، لازم تهتمي بيه وبصحته، لانه اصلا بيخاف على صحته. طب الفلوس بالنسبة للحمل كويس ومحظوظ جدا في الفلوس. ده اللي مرزق. يتقال عليه. انت بتتكلم كده حضرتك بشكل عام ولا 2022؟ بشكل عام يعني التراب يبقى في ايده ذهب. هو مستور. التراب في ايده ذهب، دي في القوس والجوزاء. القوس والجوزاء محظوظين جدا. وعلى التراب فكرة في ايدهم الاسد، ده الاسد. الاسد محظوظ جدا. هو ممكن حد ينقل من برج لبرج؟ طبعا قدمي طلب بس وانا هخلص انقليني الموضوع. من العقرب للاسد طالما الدنيا ماشيه حلوه، لا نحل طبعا مش مشاكل كلهم، هم مش مشاكلنا. كلهم، بس هم زي ما تقول، اصل الاسد تكالي شويه يعني، سايبها على ربنا، فدايما ربنا بيرزقه يعني، دايما الاقي الاسد محظوظين. طب الحب بالنسبه للحمل لا يعني مش 2022؟ بص، هو الحب بالنسبه لبرج اصلا هو مش اهتماماته الحب، فما يعني هو اهتماماته اصحابه، انت الحياه بتتكلمي عن الاجتماعيه. الرجل على الحمل. الرجل. طب انثى الحمل برضو نفس الحكايه، ممكن تعيش من غير راجل يعني، قويه، ست قويه، لو لقت الراجل المناسب ليها هترتبط، او الاقوى منها، لانها شخصيه قويه جدا. ما لقتش الاقوى منها مش هترتبط، وما عندهاش مشكله. ما عندهاش مشكله. لا ما عندهاش مشكله.